نروح بقى للقصة الرئيسية بتاعتنا كابيتانو، تمام. وجات منين الفكرة انك تدخل واحد من اهم المشاريع يمكن بتاعت رعاية المواهب اللي موجود فيها الدولة وموجود فيها المتحدة وموجود فيها طبعا وزارة الشباب والرياضة؟ هو بعد ما يعني انا موجود في اسوان، كان وقت ماتش الاهلي واسوان، كان تقريبا اول او تاني ماتش في الدوري. هم كلموني في الشركه المتحده وتواصلوا معايا، وانا رحت لهم قعدت معاهم، قالوا لي على المشروع، في مشروع كذا كذا. هم اختاروا الشركه لان هم كانوا عاجبهم التصميمات، والفتره دي كان شركه اسوان عامل حاجه عامل كويسه. عامل بس ف صدى كويس. اه فالحمد لله وقتها انا مضيت عقد، كان اتفق معايا في البي او دي استاذ احمد سمير واستاذ حسام عبد المعطي، قعدنا احمد وخلاص. سمير ده من الشخصيات الجميله جدا المحترمه الشاطره، انا يعني بحبه جدا. المميز. لا احمد سمير، انا بحبه على كل الاصعده الحياه، انه لا شاطر ومحترف وكل حاجه. يعني لا لا انا فذكرت بحبه اسم جدا، واحد من الشخصيات اللي قريبه من قلبي اخويا بامانه. كبير، وانا يعني بحبه جدا يعني. بس ففي المتحده قالوا لي انت هنعمل كذا في تصميمات، احنا عايزين يبقى فيه هوايه مصريه زي اسوان بس بحاجه جديده، فانت اشتغل براحتك. واحنا عندنا توقيتات واحد كذا وكذا وكذا، فاشتغلنا وعملنا 4 تصميمات ولعبنا بالاربعه، يعني كنا بنلعب كل دور بنغير اللبس. ايوه، والحمد لله كان طلع كويسه جدا. شكلها كانت شياكه يعني، مع التصوير كمان وجوده لا التصوير فطلعت كل حاجه لا حلوه. الحمد لله كان المشروع كويس جدا، ومشروع مهم جدا للدوله، ومشروع هيفيد قدام كتير قوي، وطلع يعني في لعيبه كويسه جدا ومميزه موجوده فيه، والموسم الثاني ان شاء الله في حاجات احسن باذن الله. طيب انت برضو، هل مشاركتك في كابيتانو كان ليها بعد تاني بالاضافه للبعد انك عايز تعمل شغل اكتر، تفتح مجالات لنفسك اكتر؟ هل كان عندك بعد له علاقه بانه انا ليه ما اشتغلش في موضوع كمان يكون في ايد الدوله ويبقى بيساعد في اكتشاف الموهوبين؟ فكرت في الجانب ده ولا ما كانش في بالك؟ لا لا فكرت فيه اول حاجه طبعا، دي اول حاجه. انا لما يعني الشركه المتحده طبعا اول ما اتكلموا معايا دي حاجه كويسه جدا، يعني هما بيخلوا اي حد يظهر بشكل كويس جدا، هما داعم لينا. لا في حب بيننا هناك وفي تعاون، فلا الواحد كان حابب المشروع. حابب المشروع. خليني اسالك برضو، ناويين تعملوا ايه في الموسم الجديد في كابيتانو؟ مجهزين ديزاينز جديده ولا لا انتوا هتشتغلوا على لا نفسكم؟ لا احنا مجهزين ثلاثة. ثلاثه ثلاثة جداد. موجودين معانا، وان شاء الله احنا يعني كملابس الكابتن المصري. اولا هي شغاله حاليا اختبارات في المحافظات، نزلت اكتر من 5 محافظات، اختبرت في خلال اسبوعين اكتر من 40,000 لاعب 2009، وان شاء الله يعني نهايه الشهر كل الاختبارات خلصت ويتم تصفيه اللاعبين. احنا جهزنا كل اللبس بتاعنا، ويعني ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه تعجب الناس جدا يعني.